يقول السائل: لي أبي له أبناء في المدينة وأبناء في البادية، قام وكتب بعض الأموال من ماله إلى أبنائه الذين معه في البادية فقط، ما هو الحكم في هذه في هذا الحال؟ هذا حرام، ما يجوز يخص بعض أولاده دون بعض. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه رجل أعطى بعض أبنائه عطية ويريد أن الرسول يشهد عليها، قال صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز أن يخص بعض أولاده اللي في البادية أو اللي في البلد أو أيا كان، ما يجوز يخص بعضهم دون بعض، بل يسوي بينهم في العطية.